ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لأبناء الشعب المصري في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة 66 وثورة يناير. وقال الرئيس إن الثورة كانت مطالبها النبيلة تسعى لنيل الحرية والكرامة للمواطن المصري، ومن أجل تحقيق تلك المطالب سالت دماء طاهرة لشهداء أبرار، وكانت الحافز لنا لخوض معركة التنمية. السيدات والسادة أبناء مصر الكرام، لا يفوتني اليوم أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعبنا المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، والتي كانت مطالبها النبيلة تسعى لنيل الحرية والكرامة الإنسانية وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري. ومن أجل تحقيق هذه المطالب سالت دماء مصرية طاهرة لشهداء أبرار، كانت هي الدافع والحافز لنا لنخوض من أجلها معركة تحقيق التنمية، لتوفر في مصر واقعا مختلفا وجديدا يليق بها. ولمزيد من التعليق والتحليل لما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بسيادة المستشار عبد المعطي أبو زيد، خبير الشؤون الدولية والمحاضر بمركز إعداد القادة. أهلا بك معنا فندم. أهلا يا فندم. سيادة المستشار، ما رأيك في توجيه الرئيس التحية يعني لثورة يناير وشهدائها في عيد الشرطة رغم تعرضها المتكرر للتشويه؟ الحقيقة يعني تقدير الرئيس لثورة يناير وأهدافها النبيلة زي ما قال سيادة الرئيس دلوقتي وشهدائها ليس جديدا، هو كرر ذلك مرات عديدة، ولكن مسألة التشويه هي تستمر معنا شوية. هي هناك وجهتها نظر على طرفي نقيض، وجهة نظر الاثنين متطرفين الحقيقة. وجهة نظر بتقول أنه أو تقدس الثورة لدرجة أنه حتى لو أدت إلى هدم مؤسسات الدولة، ووجهة نظر أخرى لا ترى في ثورة يناير إلا مؤامرة خارجية أو داخلية لهدم مؤسسات الدولة. هذا التناقض الحقيقة حلته ثورة 30 يونيو التي أخذت من ثورة يناير أهدافها أو الجانب النقي من أهدافها المتعلق بالتغيير والإصلاح مع الحفاظ على مؤسسات وكيان الدولة، وفي الوقت نفسه عزلت الفئات والتيارات التي حاولت اختطاف الثورة والدولة والسلطة معا لحساب هذه الجماعات. أعتقد هناخد وقت إلى أن نصل لتصور يشترك فيه كل الأطراف من الشعب المصري في النظر إلى هذا الحدث الكبير التي أو الأحداث الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.